طبعا شاركت في معرض السواعد تحت الركام، لاني لقيت فيه انه فرصه تشوف الناس عملي، تنتقل هاي الثقافه لاكبر عدد من المحرر. كثير في قبول على المعرض، الحمد لله رب العالمين، الناس كثير مبسوطه. اعمالي هي اشغال يدويه معتمده على الاشياء لا قيمه لها، من حول من اشياء بدون قيمه الى اشياء قيمه، نساهم في موضوع الصحه البيئيه للمجتمع اللي نحن بنعيش فيه، والحمد لله رب العالمين كثير ملاقيين صدى لهي الاعمال، وهالثقافه كثير عم تنتشر والحمد لله رب العالمين. اشتغل بالاعمال اليدويه عن طريق خيط الكريم والدمى والتطريز. خيط الكريم عم نستخدمه لاكثر من غرض، ممكن نستخدمه لعلب ضيافه او لتقديم اغراض بيبي ووليد حديث الولاده يعني، وممكن نستخدمه عن طريق صواني لتقديم الضيافه او القهوه، وممكن نستخدمه عن طريق الحقائب مثلا مثل هاي الشكل او الاشكال الثانيه الموجوده عندنا. بشتغل بهي الاعمال اليدويه، هاي الاعمال اليدويه كله يعني من لا شيء عم نشتغل وعم نتعلم، الهدف انه يتامل لنا مشروع نحسن نساعد اسرنا ونساعد يعني عائلاتنا بالدخل، وانه يكون عندنا دخل لحالنا. قدمت بعض الاعمال اليدويه، الحرف اليدويه بيعبر عن الحضاره السوريه من نواير حماء او غيره وما شابه، وبعض الاعمال اللي موجوده امام الكاميرا. طبعا المعرض هذا يعني له اهداف كثيره، منها انه ننهض باليد العامله وننوه على موضوع انه الشاب السوري او المجتمع السوري بالاحرى كاملا يستطيع فعل اي شيء، حتى اذا بدك من دون لا شيء، بناء على وضع اللي نحن فيه. نحن بهالزمن هذا لازم نعتمد على نفسنا ونعتمد على هيك اعمال لحتى نحسن نساعد هيك من دخلنا شوي. لحتى شو اعمال اعمال هي اشغال يدويه، اعاده تدوير لبعض الاشياء، منه بنساعد على نظافه البيئه، ومنه كمان نحاول نستفيد باشياء يعني كانت مهمله، نرجع نحن نستثمرها باشياء مفيده كهدايا كشغلات اساسيه للبيت. بالبدايه كان عندي انه بس هوايه كانت الرسم، فاجى زوجي وشجعني على انه تكون مدخل وارد النا، فبلشت بالرسم لوحات خفيفة ناعمة وكتير مطلوبة، وبعدين بلشت بالكروشيه حسب الطلب، يعني في أكثر من شغلة بالكروشيه، من الثياب ومن الزينة ومن اكسسوارات وهيك. فكمان زوجي كان هو الشخص الأكبر الداعم إلي، أكبر خطوة إلي لحتى شاركت بالمعرض، لولا أنا ما بقدم هالخطوة أبداً.